ليه دايما بحس انه القارئ المحدود هو اللي صوته اعلى مقارنه بالقارئ اللي فاهم؟ يعني القارئ اللي فاهم وعارف اللي ورا السطور وبيقرا قراءه حسنه مفيده ما بسمعش صوته، لكن الصوت اللي بسمعه دايما القارئ اللي هو اللي قرا غلط هو اللي صوته اعلى، وكان المتغطي بالقارئ اللي فاهم عريان يعني. مش صحيح. يعني مش في امان ده مؤكد. لانه اساسا المواطن محدود. يعني ده دايما يقول لك الامتحانات في هتيجي في مستوى الطالب المتوسط. الرأي دي كارثة. دي بشرة. فهو انت طول الوقت مع المتوسط ده بيبقى عايز يكمل التوسط بتاعه. عايز يعليه ويرفعه. فبيرفعه بايه؟ بعنف الرأي وعلو الصوت. فانت طول الوقت اللي بيزعق اللي بيشدك من البنطلون هو القصير. عشان تاخد بالك منه. فلازم يشدك من البنطلون ويزعق لك. فبيعمل النوع ده. انما اللي هو عادي اللي هو يعني بيقراك لانه عايز يطلع الافكار دي ويشوفها ومش بضروره يحبها بس صحيح. انت بتنقش حاجه جواه ده مش هيزعجك الازعاجات دي هيناقشك. انما المحدود بقى هو اللي هيقعد بقى يحكمك ويشدك ويرجل من البنطلون ويزعق لك ومش عارف ايه لانه بيكمل في فجوه بنت لذينه. يعني هو واقف عند 15 سنتي فوق فيه 40 سنتي. فبيقعد بيكملهم ايه؟ هيكملهم ايه يعني؟ زعيق وشتيمه ومحاوله لفت الانتباه واصطناع الاهميه والمش عارف ايه.